عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم ميني بسطلات ديال الحوت، كيجيو رائعين، يجيو لذاذين الحشوه ديالهم ومقرمشين، اللي كياكلهم عندي كيعجبوه. وغادي نقول لكم السر ديال التقرميشه ديالهم. على المقادير ديال هاد البسطلات هادو كنحتاجوا للحوت. بالنسبه للحوت انا شرملته ليله قبل، هكا كياخذ حقه من الشرموله وكيجينا لذيذ. بالنسبه للحوت هنا عندي الفيلي، وخديت كذلك الكالامار والكروفات. بالنسبه للكميه كتبقى على حسب الرغبه وعلى حسب المستطاع، يعني شحال ما كثرتوا فيه ديال الحوت شحال ما كيجيو لذادين. وكنحتاجوا معهم واحد نصف حامضه معصره، قزبر ومعدنوس، واحد زوج فصوص تاع الثوم اللي هما كبار، وغادي نحتاجوا لواحد المعلقه كبيره ديال الهريسه. بالنسبه للعطريه غادي نحتاجوا للملح، الفلفل الاحمر، الفلفل الاسود، الزريعه ديال القزبر، سكينجبير، خرقوم البلدي، والكمون. ناخذ واحد البول اللي غادي نحضروا فيه الشرموله. بالنسبه للحامضه البنات انا استعملت واحد نصف حامضه، الا كان عندكم الحامض صغير استعملوا حامضه كامله. كنضيفوا الثوم والهريسه وكنضيفوا القزبر والمعدنوس. بالنسبه لهاد الشرموله هذه البنات ملي كتطحن كتجي احسن، كتنسجم مع بعضها. انا كتعجبني الشرموله سواء ديال الدجاج او الحوت تكون مطحونه. المهم هنايا غادي نطحن هاد العناصر مع بعضهم. كنضيفوا لها العطريه. بالنسبه للملح ما تكثروش، لان الحوت ما كيبغيش الملح بزاف. و الماء غادي نستعملوا المرق ديال القمرون، وحتى هو كيكون فيه شويه ديال الملح. كنضيفوا باقي العطريه اللي ذكرتها معكم في الاول كيف ما شفتوا معايا. وبالنسبه للعطريه كتبقى على حسب الذوق وعلى حسب الكميه ديال الحوت اللي غادي تستعملوا. كنخلطوهم مزيان حتى كتنسجم لنا الشرموله. وبالنسبه للسمك كيف ما شفتوا معايا هنايا، كل حاجه درتها بوحدها. بالنسبه للسمك كنغسلوه وكنخليوه يستقطر مزيان من الماء ديالو، وهنايا كنضيف له الشرموله والباقي كنحتفظ به. بالنسبه للسمك كيف ما كتعرفوا انا الكروفيت ما كيبغيش الطياب بزاف، وكذلك حتى الفيلي. بالنسبه للكالامار هو اللي كياخذ لنا شويه ديال الوقت، يعني كل حاجه طيبها بوحدها، ما غاديش نقدروا نطيبوهم كاملين في مره. على هذا الشيء كنشرمل كل حاجه بوحدها. هنايا غادي نشرملهم مزيان وغادي نخليهم يباتوا في الشرموله ليله كامله. بالنسبه للشرموله ضروري ما نشرملو باليد، المعلقه راه ما كتكونش كافيه باش ندخلوها في هذاك السمك ديالنا. مهم غادي نستمر حتى نشرمل كل حاجه، وغادي نخليهم كيف ما قلت لكم نغطيهم بالفيلم اليمونتير، وغادي نخليهم في الثلاجه يباتوا ليله كامله. وبالنسبه للباقي المقادير غادي نحتاجوا البصل، عندي 4 ديال البصلات متوسطين الحجم اللي قطعتهم في العشوه رقاق، وكذلك الفلفل الاحمر هنايا استعملته، هو اللي كيكون حلو كيجي لذيذ في البسطيله، استعملت 2 حبات. معلقه كبيره ديال المرق ديال القمرون، وغادي نحتاجوا للسيريمي اللي مقطع رقيق، وكذلك الورقه راه ضروري منها هي والزبده باش غادي نخدموها والزيت. وكنحتاجوا للشعريه الصينيه، انا دائما كنشارك معكم هذه الشعريه اللي كنستعملها، كتجي رائعه والمذاق ديالها زوين بزاف. كناخذوا واحد الطنجره نوضعوها على النار وكنوضعوا فيها الزيت. هنايا بالنسبه للزيت غادي نستعمل زيت الزيتون المنسمه. بالنسبه لهذا الزيت سبق لي وشاركتها معكم في الوصفات ديالي، فيها ورقه سيدنا موسى، الثوم، الفلفل الحبوب والازير، كتجي رائعه في كل وصفات والشرمولات. هنايا من بعد ما كتسخن لي الزيت كنوضع من فوقها البصل. بالنسبه للبصل كيف ما قلت لكم راه قطعته رقيق في العشوه، هكا ما كيجيناش باين في البسطلات، وشحال ما كثرتوا ديال البصله كتجينا ديك البصله معلكه تجي لذيذة. بالنسبة للبصلة غادي نخليها تشحر مزيان حتى كتنشف من داك الماء ديالها ويتغير اللون ديالها. نفس الوقت غادي نقلي الحوت. كناخذ واحد المقلة وكنوضع فيها القليل من الزيت باش نطيبوه غير على شكل بلانشا الفيلي ديالنا. هاد الطريقة هادي سهلة حسن من اللي كنقطعوه رقيق وكنطيبوه، كي هو صعيب في الساعة كيتفتت. كنوضعوه فقط هكا في المقلة كيتقلى على الجنب ديالو بحال اللي كيتشوى. كيف ما قلت لكم ما نكثروش الزيت، راه ما كيتلصق ما والو، المهم كنخليوه يتقلى من الجانبين وكنزولوه.
وهنايا البصل كيف ما كتشم ايام بعد ما نشف من الماء وتحمر كنضيفوا عليه الفلفل. بالنسبه للفلفل هنايا حتى وقطعته رقيق في لاهاشواخ، هكا كيجينا رقيق وما كيجيش واضح في البسيطلات ديالنا. كنضيفوا عليهم الشرموله، بالنسبه للشرموله راه فيها الملح، على هذا الشيء طيبت البصله فقط يعني بلا ملح. كنضيفوا هذه الشرموله وكنضيفوا كذلك المرق ديال القمرون، كنخلطوهم مزيان حتى كينسجموا العناصر مع بعضهم. كنغطيو عليهم وكنخليوهم يتشربوا هذاك المرق حتى طيب لنا الفلفل. هنايا في مره اخرى من بعد ما زولت السمك الفيلي كنضيف الزيت، انا اللي غادي نضيف واحد الكميه اللي لا باس بها، وغادي نضيف الكالامر من بعد ما كتسخن لي الزيت. كنضيف الكالامر وكنخليه يطيب على خاطره، المهم الاول كنغطي عليه، هو كيبغي شويه ديال الطياب، وكنخليه حتى كيطيب. بالنسبه للشعريه الصينيه خديت واحد الطنجره اللي وضعت فيها الماء الغليان وخليته يغلي مره اخرى على النار، وكان كنضيف عليه الشعريه الصينيه. بالنسبه لهذه الطريقه يعني كل شيء كطيبوه في مره كتسهل عليكم وكتوجدوها بسرعه. هنايا كنحرك عليها باش يعني كما كنقولوا تكون مغطيه بالماء كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. كنغلق عليها وكنخليها واحد الخمس دقائق على ما كتحل وكنصفيها. وبالنسبه للكالامر هنايا راه صافي خدا حقو من الطياب، صافي حتى كنشوفو طاب مزيان كنضيف له الكروفات. بالنسبه للكروفات راه كيدغيا كيطيب، هاد الكري هادي غير كتاخد اللون ديالها لورونج. صافي كنطفي عليها وغادي نخليهم هكا ما نغطيش عليهم يطيبوا فقط وهما كيتجمروا ديك المرق ديال اللي كان في القمرون باش كيتشربوا حتى الكروفات. كيف ما كتعرفوا حتى هي كتطلق الماء ديالها في نفس الوقت كينشفوا ويتجمروا باش يجيونا لذات. ما كيطيب لنا الكروفات كنضيف عليه السوريمي، هنايا حتى طفيت النار وكنخلط باش يتشرب حتى هو هذيك لاصوص ديالهم، وكيجينا فيه المذاق ديال الشرموله. بالسمك الفيلي من بعد ما كيطيب كنقطعو غير فقط هكا بالفرشيطة أولا بالسكين، يبقى لكم نتوما الاختيار، وكتقطعوه يعني باش ما كيتفرتش. ومن بعد كنوضعوه في واحد الصفاية باش يستقطر من داك المرق ديالو. بالنسبه للشعريه الصينيه بعد ما استقطرت مزيان من الماء ديالها وبردت شويه كنحاول انني نقطعها بالمقص على هذا الشكل هذا، كتجينا زوينه في التعميرات ديالنا لا سواء ديال البسطلات ولا بريوات، مي كتكون طويله كتعذب في الماكله ديالها وكتجي حتى في التعمير ديالها كتجي صعيبه. هنايا كنضيف عليها هذاك البصل مع الفلفل. بالنسبه لاي حاجه يعني قليناها كنخليوها تستقطر مزيان، لان البسطيله تمي كنستعملوا ورقه الفيلو كتعذبنا الا كانت شي مرق كتضيعها وكتقطع الورقه. ضفت كذلك الحوت ديال الكروفات الكالامر والسيريمي اللي كانوا عندي، يعني هما اللي غادي نخلطهم في الاول مزيان مع الشعريه حتى كينسجموا لي العناصر مع بعضهم. ومن بعد ما نسجموا لي العناصر مع بعضهم مزيان كنضيفوا السمك الفيلي. بالنسبه للفيلي راه ما كيبغيش البنات نخلطوه مزيان، علاش كنضيفوا حتى الاخر وكنبقاو غير كنهزوا من التحت للفوق من الفوق للتحت حتى كيدخلنا حتى هو مع الحشوه. كاين بزاف اللي كنشوفهم كيديروه فقط من الفوق، ولكن كيعجبني يكون داخل حتى هو في هذيك الحشوه كامله. نشكلوا البسطله ديالنا، غادي نحتاجوا للزبده اللي ذوبتها، كنضيف عليها القليل من الزيت، وداك الزيت اللي استقطر لي من السمك كيجي رائع، كيعطيها واحد اللون زوين وكيعطي حتى واحد المذاق زوين للورقه. هنايا بالنسبه للورقه ديال الفيلو البنات دائما كنقولها لكم في الوصفات اللي كنستعملها فيهم، راه ما كان احسن منها، كتعطي الطعم وكتجي سهله في الخدمه ديالها. هي فقط خاصها مين كتفتحوها البنات بزاف اللي كيقول لك كضئن وكتفزق وكتعجن، راه فقط بالماء، هي ما كتبغيش الماء، الا كان غير شويه ديال الماء صافي كتعجن وكضئ. هنا كيف ما شفتوا معايا من بعد ما كنفتح الورقه غادي نقسمها على حسب الحجم اللي غادي نشكل به البسطلات ديالي. هنايا كيف ما شفتوا غير اني ميزاني وجاو ثلاثه ديال المرسويات جايين متقادين مع بعضهم. ناخذ المرسو اللي غادي نخدم به والمرسويات الباقيين كنحتفظ بهم في البلاستيك مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، كنغطيهم باش ما ينشفوليش وباش ما تفتتليش الورقه.
وكيف ما كتشوف مقايم بعد ما كنفتحها كتعطيني يعني واحد المرسول اللي طويل بزاف. غادي نحاول انني نقطعهم على شكل مربعات كيف ما كتشوف معايا. غادي نقطعهم هاد المربعات هكا وكنوضعهم من فوقها مره اخرى وكنرجع نقطع ليهم باش تجيني الورقه متساويه على هاد الشكل هذا. هاد المرسول اللي شاط لي من الجانب غادي نحتفظ به، من بعد غادي نقطعهم رقاق باش غادي نزين بهم البسطيله ديالي. ديال البنات راه شارح نفسه بنفسه. هنايا بالنسبه للطريقه كناخذ واحد الزوج ورقات في الاول كندهنهم مزيان كيف ما كتشوف معايا حتى كيتشربوا بداك الخليط، وكنوضع هنايا من فوقهم المول اللي غادي نشد به العبار. بهذه الطريقه هذه كتجيني سهله البنات، حسن من اللي كنوضعوا الورقه في الوسط، وسيرتو الورقه ديال الفيلو راه في الساعه يعني كتقطع باش ما تعذبكمش. هذه الطريقه كتجيني اسهل. نوضعوا الحشوه وكنبقاو نقد وها بيدينا حتى كتاخذ يعني لا فورم ديالها، وكنجمعوا الجوانب على هذا الشكل هذا البنات. كنقلبوهم كاملين على الحشوه وكنوضعوا ورقه اخرى من الفوق. من بعد كندهنوها عاوتاني مره اخرى وكنوضعوا ورقه اخرى ثاني، يعني زوج نتاع الورقات كنوضعوا زوج من تحت وزوج من الفوق هكا باش كتشرب هذاك الزبده مع ذاك الخليط اللي عملته وكتعطيها اللون وكتجي رائعه من الفوق. مهم كنرجع نجمع الجوانب على هذا الشكل هذا وكنحصلوا على بسيطلات بهذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا الورقه ديال الفيلو كتعطي الطعم وكتجي سهله في الخدمه ديالها. هنا بالنسبه لهذيك الورقه اللي قطعتها على هذا الشكل هذا كنحاول انني نفتحها وكندهن البسيطلات ديالي من الفوق مره اخرى وكنوضعها من الفوق على هذا الشكل كنرشها عليهم. خليهم الفران يطيبوا من الفوق ومن التحت كيتحمروا على درجه حراره 200 درجه. من بعد منين كيتحمروا كيخرجوا على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوف معايا، كيجيو رائعين، كيجيو مقرمشين. صرف القرمشه ديالهم بهذيك الورقه اللي كنديروها من الفوق كتعطيهم واحد اللذه رائعه. هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيلات اللي حضرتهم معكم اليوم. صدقوني كيجيو رائعين، اللي كيذوقهم عندي كيعجبوه. سواء الحشوه ولا حتى هالطريقه هذه ديال الورقه كتعطيها واحد القرمشه كتجي لذيذه بها، وحتى كتدرك العيوب ديال البسطيلات الا تشقوا لنا. بالنسبه للورقه ديال الفيلو راه كتشقق ماشي كما الورقه العاديه، وبهالطريقه هذه كندرقوا بها العيوب وكتعطي حتى المنظر كيف ما شفتوا معايا بدون اي تزيين ولا شي حاجه كتجي زوينه، والتزيين كيبقى لكم على حسب الرغبه. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على طريقه الاحتفاظ بورقه الفيلو، راه عادي البنات بحالها بحال البسطيله العاديه كتقدروا تحتفظوا بها في الكونجيلاتور، غير هي بين البسطيلات كتوضعوا البلاستيك، وحتى فوق المنظمه في الاول كتوضعوا بلاستيك باش تهزوها باش تكون لكم سهله وما تلصق لكمش. نتمنى ان هاد لا فيديو هادي تنال اعجابكم، تكونوا خديتوا افكار، والى فيديو اخر ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو اكيد ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم. مع السلامه.